فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت ذات مرة فأنكر علي رجل بعدم صلاتي إلى سترة، فما حكم وضع السترة في الصلاة؟ قل له: السترة ليست واجبة، السترة سنة، فإذا صليت ولا مر أحد من أمامك فلا إنكار في ذلك، الصلاة صحيحة ولو لم تصلي إلى سترة، لأنك تارك لسنة فقط ولم تترك واجبا، فبين له هذا. نعم.